السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي أحمد شهمي بن محمد نوح أسكن في تانكا في ولاية جهر ماليزيا عمري سبعة عشرة سنة وهوايتي قراءة الكتب اسم أبي محمد نوح بن عبد الله واسم أمي مسرعة بنت أدنان، وهي تعمل كالفلاحة، أدرس في المدرسة الثانوية الوطنية الدنيا سجامات في ولاية جوهر أذهب إلى المدرسة في الساعة السادسة والنصف، أحب المدح العلوم لأنه رائع. وأحب اللغة العربية حبا جما لأن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الجنة اسم ألف أسف عن الصورة الآتية الصورة يأكل الطالب المأكولات مع أمه في المطعم يغتسل الرجل في الحمام يفحص الطبيب المرضى في المستشفى تمارس الأسرة السعيدة للحفاظ على الصحة. وأخيرا، ينام الرجل في غرفة النوم مبكرا. قسمبا الحوار، أريد أن أتكلم عن المحافظة على العرض. قد المحافظة على الأرض مطلوبة وشديدة في الإسلام كما عرفنا أن الإسلام يهتم بها لأن الإسلام دين شامل لكل حياة الإنسان كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون في هذه الآية يدل علينا أن نهتم بمحافظة على الأرض بسبب ذلك أنا كالشباب علي أن أحافظ أحافظ على عورتي واختلاتي مع مع النساء والمجتمع وأيضا أنا كش أنا كشباب علي أن أعامل الناس بمعاملة حسنة وبالخلق عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا وخياركم خياركم للنساء آه وأخيرا علي أن اجتنبوا اجتنبوا المحرمات آه والذنوب والمعصيات والفحشاء والمنكرات